ربوة عالية مطلة على البحر، على المحيط الأطلسي، زاوية نظر جميلة تسلط الضوء على ميناء آسفي الذي كان أو صنف أكبر ميناء لصيد السردين. حينما نقول السردين المقصود به كان هو السمك، لأن الأسماك تعيش في مجموعات أو في سلاسل غذائية مع أكبر خزان للحبوب في المغرب وربما في شمال إفريقيا وربما في إفريقيا، خزان تعود له الحكومة أو السلطات في الأوقات الصعبة. هذا الميناء الذي به محطة للشحن والتفريغ، كذلك من أكبر المحطات، و طبيعة الحال هناك مواد سيتخلص منها ليتفرغ للسياحة والصيد البحري فقط. تحيات.